كابتن مسامة الف مبروك، استثمرنا بعض الفرص وجات النتيجه 3-0 بس. ده اللي احنا قلناه من بدايه المباراه مش صحيح. الشوط الاول يعني النادي الاهلي كان هو النهارده الافضل على كل الارقام، وسواء استحواذ سواء اتاحه فرص سواء هجمات، بالرغم ان فريق المريخ يعني ظهرت له فرصتين كانوا خطرين جدا على النادي الاهلي، لكن تألق محمد الشناوي هو ده الحارس الكبير اللي طول المباراه ممكن تظهر عليه فرصه او فرصتين لكن موهبته بتظهر، فظهرت موهبه محمد الشناوي في كورتين اللي تصدى ليهم امام المريخ. النادي الاهلي النهارده يعني يعتبر هو اللي سيطر على 90 دقيقه في المباراه، هو اللي اتيحت ليه فرص على مدار 90 دقيقه، كان يستحق الفوز من الشوط الاول، لكن الرعونه والاستعجال كان الريتم البطيء هو ده اللي اثر في الشوط الاول. النادي الاهلي لما نزل الشوط الثاني تلاشى عن ده كله، بدا يبقى فيه سرعه في الريتم، بدا يبقى فيه استغلال للفرص. شفنا احنا الهجمه لو ان هي هدف محمد مجدي قفشه، ريتم سريع عند محمد هاني، كره عرضيه، حتى الكره لما بتعدي في كثافه هجوميه محمد مجدي قفشه على الزاويه البعيده بيسددها هدف. لما الهدف الاول فتح المباراه في 14 دقيقه شفنا الثلاث اهداف، مجدي قفشه، كهربا، بواليا، خلاص النادي الاهلي سيطر. بدا المريخ بقى يتخلى عن الحظر الدفاعي بتاعه بعد هدف قفشه، ظهر بعدها خلاص بحوالي 7-8 دقائق هدف كهربا اللي فيه باص حلو قوي من اجاييه وتحرك رائع من محمد من كهربا، الراجل جاي قاطع من تحت واجاييه حاططها والراجل راح بمهاره عاليه. طبعا حارس مرمى المريخ يعني متواضع جدا، كهربا ركنها بكل سهوله وهدف. الهدف الثالث طبعا بواليا، يعني بنقوله كفاره بواليا، يعني من المهاجمين اللي دايما المهاجم بيحتاج يسجل عشان معنوياته ترتفع، هو حظه بيعمل مجهود كبير لكن كان محتاج الهدف ده، والنهارده شفنا حتى يعني زمايله بعد الهدف وموسيماني، فيعني النهارده في مكاسب كتير للنادي الاهلي. النهارده بواليا هدف ما شاء الله، اعاده الثقه لنفسه مره اخرى. محمود وحيد النهارده بنقول له يعني اداء محترم واداء مميز، بالرغم ان علي معلول بيلعب كل المباريات، لكن النهارده انا ما اعرفش مين الاساس ومين الاحتياطي النهارده خلاص، ودي ميزه في لعيبه النادي الاهلي. محمود وحيد بيأدي، حتى في الشوط الاول صنع كم كره عرضيه كان ممكن النادي الاهلي يسجل منها. الشوط الثاني التمركز الصح، اللياقه البدنيه انه يكمل 90 دقيقه بمنتهى القوه في الدفاع والهجوم، النهارده برده ظهر بشكل مميز. وبنقول برضو سعد سمير الحمد لله على السلامه، يعني النهارده الراجل بيديله 10 دقائق بيبدا يدخله في الفرقه بعد برضو يعني عوده طويله، فالنهارده في مكاسب جمله النادي الاهلي. طبعا برضو تصدر المجموعه من بدايه المشوار، ثلاث اهداف مهمين، طالع المباراه اللي جايه كمان هتكون مباراه صعبه، فانت النهارده البدايه بتكون مهمه جدا. مبروك للنادي الاهلي وان شاء الله يعني مزيد من التالق خلال المباراه الجايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله معاك.